يحتشد العالم أجمع في الرابع من فبراير من كل عام للتعريف بأهمية مكافحة مرض السرطان وتوعية أفراد المجتمع بسبل الوقاية منه من خلال عدد من البرامج والفعاليات التوعوية التي تهدف إلى نشر الوعي الصحي حول المرض. وتهدف أيضا عادل إلى التعريف عن كيفية تحسين مستوى جودة الحياة وتقليل نسب الإصابة به حول العالم. تقارير منظمة الصحة العالمية كشفت عن انتشار هذا المرض انتشارا مقلقا في العالم مع تسجيل 18 مليون حالة جديدة في 2018. تحت شعار هذا أنا وهذا ما أستطيع فعله I am and I will يحيي العالم اليوم العالمي للسرطان. الحملة تهدف إلى تحفيز الأفراد والحكومات والمجتمعات الصحية لزيادة الوعي بأهمية الفحص والتشخيص والكشف المبكر عن السرطان. وتشير الإحصائيات الدولية إلى أن عام 2018 شهد إصابة أكثر من 18 مليون حالة جديدة بالسرطان على مستوى العالم، كما أن السرطان هو السبب الرئيسي الثاني للوفاة في العالم. ويمثل عام 2019 بداية انطلاق الحملة التي تستمر 3 سنوات، حيث يتم السعي إلى إنقاذ الملايين من الوفيات التي يمكن الوقاية منها سنويا من خلال زيادة وعي الأفراد والحكومات في جميع دول العالم. وشهد عام 2018 حوالي 5 ملايين إصابة بسرطانات الثدي وعنق الرحم والقولون والمستقيم والفم، كان من الممكن اكتشافها مبكرا وعلاجها بدرجة أكثر فعالية. وتتوزع نسب الإصابة بأمراض السرطان 6% في إفريقيا، 21% في أمريكا، 23% في أوروبا، و 48% في آسيا، وهو مسؤول عن ما يقدر بنحو 9,600,000 حالة وفاة في عام 2018، وتعزى إليه وفاة واحدة تقريبا من أصل 6 وفيات على صعيد العالم. شرب الأبو ديوان، العربية. وينضم إلينا هنا في الاستوديو الدكتور ثامر القصب، اختصاصي أورام المسالك البولية. دكتور أهلا بك، سعداء بك. أهلا وسهلا دكتور. اليوم يعني الكل يتحدث كما كان يقال سابقا المرض الخبيث اللي ما نطري اسمه شيء، هذه كلها الأفكار التي كان يحملها مثلا أبائنا أو حتى من هم الجيل اللي سبقنا. اليوم هل ما زال مواجهة المرض ذهنيا كما كان سابقا، أم أنه يعني الحالات التي تمر عليك بدأت تستوعب ما هو هذا المرض؟ حقيقة سابقا كان هذا يعتبر مرض العصر ويقلق كثير من الناس، ومثل الكلمة الوصمة اللي تؤثر على نفسية الناس كثيرا وتدخلهم في حالة نفسية شديدة حتى قبل بدء العلاج. لكن مع التطور العلمي خصوصا في السنوات الأخيرة لم يعد هذا المرض مخيفا كما كان سابقا. كثير من الأمراض السرطانية الآن وصلت نسبة شفائها إلى قريب 100% خلال 5 سنين الأولى، مثل سرطان عنق الرحم وسرطان الثدي وسرطان الغدة الدرقية والكلى وسرطان البروستات. فتغير المفهوم القديم، وذلك عن طريق الأبحاث العلمية الجديدة والعلاجات الحديثة التي أنزلت غيرت مفهوم هذا المرض. الآن كثير من الأمراض حتى الذي لا يمكن شفائها مع العلاجات الحديثة يمكن السيطرة عليها بطريقة أن تصبح أمراض مزمنة، كما يكون المريض يعاني من سكر أو من قلب يبقى على علاجات معينة ثابتة والمرض مسيطر عليه ولا يؤدي إلى الوفاة، فلهذا نسب الوفاة قلت كثيرا في كثير من أنواع السرطانات الآن. طيب دكتور، حملات التوعية أصبحت منتشرة بشكل أكبر، صار في وعي عند الناس بشكل أكبر، مع أنه يعني إحنا إيش اللي حاصل بالضبط إن هذا الزمن بنسمع عن السرطان أكبر بنسبة أكبر بكثير من قبل، حتى يمكن الإحصائيات زي ما ذكرنا قبل قليل إنه في أرقام مخيفة. يعني هل هو نوعية الحياة، لايف ستايل اللي بنعيشها، حملات التوعية هذه بماذا توعي بشكل أدق؟ نعم، سؤال جميل حقيقة. المفارقة إنه أنت تلاحظين إنه الأعداد باكتشاف الإصابات الجديدة ابتدت تزايد في السنين الأخيرة، وهذا إن
إن حللناه فهذا عامل إيجابي وليس سلبي بسبب حملات التوعية اللي حضرتك ذكرتيها واللي موجودة الآن في دولة الإمارات وتقوم بها وزارة الصحة سواء لسرطان الثدي أو سرطان الرئة أو سرطان البروستات أو سرطان القولون اللي هي أغلب انتشار في العالم. هذه تؤدي إلى الكشف المبكر في المراحل الابتدائية مما يسهل عليها العلاج. علميا هذا رح يبدي يرفع نسب الإصابات لأن أنا ابتدت أدور وأبحث في أعمار معينة لكل سرطان فأجد إصابات أكثر، لكن حقيقة نسبة الإصابة ترتفع لكن نسبة الوفاة تقل لأنه ازدادت نسبة الوجود المبكر مما أعطى فرصة للعلاجات الناجعة في مراحل ابتدائية تؤدي إلى الشفاء تقلل نسب الوفيات. فنعم بسبب حملات التوعية وهي مهمة جداً ترتفع نسب معرفة الناس بحصولها على السرطان لكن تقل نسب الوفيات بسبب العلاجات. هذا يدفعني إلى السؤال بأنه هل بالفعل تطور العلاج؟ نعم. باعتبار أنه ما أصبح أنه فقط الاعتماد على العلاج الكيميائي أو الكيميائي؟ نعم. باختصار سابقا كانت العلاجات تتلخص بالعلاجات الجراحية أو الكيميائية أو الإشعاعية. كل واحد من هذول الثلاث شهد طفرة كبيرة في السنين الأخيرة. ببساطة العلاجات الجراحية كانت بالفتح الجراحي الآن تحولت إلى التنظير وتحولت إلى عمليات الروبوت، الهدف منها رفع الورم بأقل ضرر ممكن أن يصيب المريض من ما يساعد على العودة إلى عمله في أسرع فترة ممكن. العلاجات الكيميائية ظهرت منها أنواع جديدة أقل مضاعفات وتأثير على باقي أعضاء الجسم مما كان معروف سابقا من تساقط شعر وأشياء أخرى. الآن في عوامل جديدة ومواد جديدة ما تعمل هذه السايد افكت. بالنسبة للإشعاع لا زال موجود ويستخدم بكثرة لكن الأجهزة الحديثة خلت يدخل 3D ويكون كمبيوترايزد بحيث أنه أنت تعطي الورم فقط الإشعاع المناسب وبجرعة عالية دون التأثير على باقي أعراض الجسم. نعم ننتقل إلى العلاجات الحديثة وهي العلاجات الموجهة والعلاجات المناعية. كلمة علاجات موجهة هي العلاجات الموجهة للتفاعلات الكيميائية داخل خلايا السرطان لإيقافها وقتلها. هذا مثل الدول ما تزيد. حتى ما تزيد والدول اللي اشتهر. طيب دكتور يعني كان سؤالنا التفاعل اليوم هل في حال إحساسك بأي أعراض لمرض معين تلجأ إلى الطبيب أو تلجأ إلى جوجل لمعرفة يعني تفاصيل يعني شاهدنا إجابات مختلفة لكن بالحديث عن جوجل معظم الأشياء التي نقرأها كأعراض أو مشاكل في جوجل دائما يقول لك يعني يحدث سرطان وممكن الإصابة بالسرطان بسببه كل شيء صار مسرطن. ما رأيك في هذا الموضوع؟ حقيقة بس لي أنا تابعت الحديث اللي صار مع الناس على موضوع جوجل وإحنا نشجع الناس على المتابعة لكن مش بهذه الطريقة. الطريقة الصحيحة إنما أن تشعر بعرض غريب أن تزور طبيبك وعندما تعرف تشخيصك في هذه المرحلة من حقك أن تذهب إلى جوجل وتعرف بعد أن تجد التشخيص ما هي مضاعفاته ما هي أسبابه تتأكد أن علاجك صحيح. هناك بعض الناس أصابوا بهذا المرض ولهم آراء معينة اللي هي الريفيوز ممكن أن تراجعها لكن ليس التشخيص عن طريق جوجل. وبالنسبة للأمور المسرطنة كثير من الأشياء للأسف في حياتنا العامة الآن هي مسرطنة وأصبح السيطرة عليها من المستحيل لأنه كثير من الأطعمة اللي نتناولها قد تحتوي على مبيدات كثير من الإشعاعات اللي نتعرض لها التلوث في الألوان تختلف العمل حتى طبيعة العمل الإنسان إن كان يعمل في معمل بطاريات أو معمل كيمياويات يعرض أكثر للتعرض مع الكيمياويات. الناس اللي بيتعاملوا مع صبغات الشعر أيضا هذا الأبخرة مالتها مسرطنة. طيب أنا لازم أسألك بكلمتين فقط لأن انتهى وقت. نعم. أهمية الأمل لمريض السرطان الحالة النفسية. نعم الأمل كبير ونطلب منهم ونتمنى منهم الفحص الدوري الرجاء الفحص الدوري السنوي سواء من أصيب أنه لابد أن يفحص لأنه كل السرطانات عندما تبدأ تظهر عليها أعراض هذه ليست مراحل ابتدائية لكن الفحص الدوري يخلي الطبيب لو شك في أي عرض أو حس في أي شيء يجري بعض التحاليل لمعرفة السرطانات في بدايتها. نسب الشفاء في السرطانات المبكرة عالية جدا عندما تنتشر أيضا يسيطر عليها لكن بنسب أقل. شكرا للدكتور ثامر القصب اختصاصي أورام المسالك البولية. شكرا جزيلا لك.